اجتمع أعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة السيدة بيتسي ماثيسون بعدد من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين بالمملكة المتحدة لإطلاعهم على البرامج التي يتبناها المركز، وهي جمعية هذه هي البحرين في نشر رسالة المملكة الداعية للحوار والتسامح بين الأديان كافة. اجتماع مثمر جمع مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالمملكة بشخصيات إعلامية وحقوقية، شرحت خلاله السيدة بيتسي ماثيسون أبرز أهداف المركز وما تقوم به مملكة البحرين من جهود حثيثة في مجال التسامح والتعايش السلمي، كما تطرقت إلى إعلان مملكة البحرين بلوس أنجلوس وكرسي الملك حمد للامتهان الأكاديمي بجامعة لاسبينزا في مدينة روما الإيطالية. من الرائع جدا التعرف على مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. أنا جدا مندهشة للاطلاع على هذه المبادرة، وقد سمعت مباشرة من أشخاص يعيشون في الشرق تجربة العيش في مملكة البحرين. وأيضا ما أدهشني كثيرا هي المدة الطويلة التي استمرت عليها العادات والتقاليد المتعلقة بالتعايش، وقد استمر هذا الشيء لعدة أجيال، وهو شيء شيق جدا وجميل. أعتقد إنها فكرة رائعة، حيث إن البحرين هي مكان رائع لتكون مركزا للتحاور الدولي. كما أعتقد أن الأهم في هذه المبادرة هو أنها تستهدف جميع الأشخاص، سواء الطلبة في المدارس أو الصغار أو حتى القادة الكبار. الفكرة اللي هي ماخذة من الاجتماع إن البحرين طبعا بلد فيها كذا أديان عايشين بالسلامة، وتسمع من كلنا شلون نحن عايشين بالسلامة، وطبعا عطيناها القصص اللي موجودة مع الهندوز مع اليهود مع المسيحيين عن التعايش اللي موجود في البحرين، وهي بعد مستغربة شلون يعني دولة مسلمة كبحرين جابت لنا الأفكار إن نبغي نوصل إلى طريق إن نوصل المسج مال البحرين إلى كل العالم. وخلال هذا اللقاء أكدت الناشطة فينيتيا كوفلر أن مملكة البحرين لها باع طويل في هذا المجال، وعلى العالم الذي لا يرى ذلك أن يتعرف على تلك المساعي. لقد كان من الرائع جدا قضاء بعض الوقت مع أمناء من مركز جلالة الملك حمد العالمي. تحدثنا عن حوار متبادل والتفاهم المتبادل والسلام وتعزيز التعايش. كان هذا الأمر في غاية الأهمية، وكان من دواعي سروري أن أكون في هذا المكان مع سفراء من جميع الأماكن المختلفة يتحدثون عما تفعله مملكة البحرين لتعزيز الحوار والتعايش. هذه هي البحرين التي لا يراها الكثير من الناس، وأتمنى أن يتمكن عدد أكبر من الناس من تجربة هذا النوع من الحوار المتبادل المحفز والملهم. بننقل الصورة الحلوة الحية ديت للمجتمع هنا في لندن، ويعني أنا حاسس أن الصورة ديت والرسالة من الجميع فوصلت بصورة حلوة ومشرفة، ويا رب دايما تبقى الصور كلها سلام ومحبة، واحنا بنصلي ان يعني ربنا يدي الحكمة والصحة والعمر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ورئيس مجلس الوزراء الموقر والأمير سلمان ولي العهد، بنطلب لهم الصحة والعمر. واحنا في الكنيسة كقباط عندنا جزء في صلواتنا ان احنا بنصلي من اجل الملك والرئيس والوزراء كل يوم في صلواتنا. رسالة تلألأت، بل وأصبحت مضرب مثل لكل من يبحث عن أسرار التعايش التي تجسدت في هذا الوفد البحريني. إشعاع حضاري حقيقي يشع من المملكة ويجوب بسناه العديد من الساحات المعرفية والثقافية، حتى يعم شمسها وإن اختلفت العقول أو تعددت الآراء. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف،